هل الله بيروقراطي؟ حاشا لله. هو ده موضوع حلقة النهاردة. السادة المشاهدين، أهلا بي. كنت بصلي العشاء والقيام في أحد المساجد أو في النادي، يعني مسجد النادي القريب، والراجل صلى الوتر 3 ركعات. الوتر اللي ممكن تصليه ركعتين شفع وركعة وتر، وممكن تاخد 3 ركعات على بعض. فأحد أصدقائي فبيسألني بيقول لي كده، هو صلى الوتر، أنا كنت عايز أوتر بالليل، يعني إن هو يكمل قيام بالليل وبعد كده إيه الوتر اللي المفروض تبقى آخر حاجة. قال لي معنى كده ان انا هو دلوقتي اوتر يعني فردي، كلمه الوتر في اللغه العربيه يعني فردي، فهو بيصلي 3 ركعات، فهو قال لي اكملهم الرابعه عشان ابطل الوتر يعني، وبعدين اصلي قيام واوتر تاني. طبعا يعني الناس بتتعامل ان ربنا بيروقراطي وانه هيحاسبك بالسنتوفه بالطريقه اللي هم بيعملوها دي ويحسبوها دي. قلت له يا عم ما تصلي زي ما انت عايز وبعد كده بوتر تاني، ولا ما توترش، الموضوع بسيط، انت عايز تقيم الليل وتتصل بالله سبحانه وتعالى، ده امر بينك وبين الله، مش هيوقف لك على الوحده اللي هو بقى صليت الوتر وما صليتش الوتر وقفلت الصلاه وما قفلتش الصلاه والحاجات دي. وكان في حادثه شهيره ان كان احمد بن حنبل والشافعي لقوا واحد صوفي شهير يعني في المدينه، فقالوا ايه نمتحنوه عشان نبينه الاسلامي يعني لسه يعني المفروض يذاكر ويجي لنا والفقه وبتاع. كان الشافعي لسه صغير، بس كان احمد بن حنبل، كان قصدي الشافعي، كان احمد بن حنبل هو اللي اصغر من الشافعي والشافعي اكبر سنا شويه. فجابوا الفقيه ده، جابوا الصوفي ده وسالوه، قالوا له دلوقتي لو واحد امبارح في صلاه ما صلهاش ومش فاكر هي اهله الصلاه اللي ما صلهاش الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فيعمل ايه يا مولانا؟ يعني كانه بيقولوا فزوره وايه، وعايزه بقى حل، معضله كبيره جدا وعايزه حل. فقال لهم كلام فيما معناه اهم حاجه يكون قلب المسلم عامر بالايمان وسابه ومشي. يعني قال لهم بطلوا اشتغالات، يعني صلاه ايه اللي سبق نساها امبارح؟ ما يصلي اي حاجه، ما يصليهاش، يصليها، يصلي 4 ركعات، يعوض، يعني الموضوع ابسط من كده. ما هو ربنا مش حاسبك انت لا انت صليتها عصر وانت كنت ناسي الظهر، او صليتها صبح وانت كنت ناسي المغرب. يا جماعه الامور مش كده. وبعدين تجي بقى تجد المتنطعين بقى من السلفيين يطلعوا فيديوهات، لو لقيت فيديو منهم هجيبه لكم، يعني بيشرح لك مثلا وضوء ويقول لك بقى ازاي تخلل الاصابع الميه هنا، ولو في هنا حته صغيره كده الميه ما جاتهاش يبقى الوضوء باظ، ولو الوضوء باظ يبقى الصلاه باظت، وتخليل اصابع القدمين، وان المفروض وانت بقى بتركع في الصلاه تعمل ظهرك كده بحيث لو كبيت ميه ما تقعش. وانا بشوف بقى ساعات السلفيين في الصلاه تلاقيه كده في الركوع عامل كده ظهره كده، عامله كده ويظبطه كده، يعني شغلانه كبيره جدا. والموضوع ابسط من كده، انت تتصل بالله سبحانه وتعالى، هتركز بقى في الركوع المستوي، ولا وانت بتتوضى بقى هتركز في الفسفوسه اللي هنا، ما الميه ولا الميه ما طلتش هنا ولا طلت هناك. وطبعا بتصيب كثير منهم بالوسوسه. احد الناس اللي اعرفهم كان مسجون في السجن من الجماعات الاسلاميه، والناس اللي معاه قالوا اصيب بالوسوسه. اصيب بالوسوسه ازاي؟ بعد ما اتوضى ورجع يصلي في الركعه الثانيه وحساب الصلاه ورجع تاني، لا ده اصل ايه؟ انا شكلي كده وانا بتوضى الشيطان بقى بيشتغله. كنت الكوع كده ما تبلش ميه، ده الحته دي مش عارف انا ما مسهاش الميه، لا ده التخليل اصابعي ما اعرفش ايه. يروح راجع تاني متوضي وراجع تاني، رغم ان هو بيقول لك كان اصيب يعني بتقرحات جلديه والميه مضره. يا عم صلي من غير وضوء. اتيمم. الدنيا بسيطه، الدنيا سهله. ولما هم كان حادثه شهيره في موقعه بتاعت عمرو بن العاص، مش فاكر ذات السلاسل، تقريبا في ذات السلاسل، لما الرسول قال لهم قتلتموه قتلهم الله، تقريبا كان مشجوك في راسه من الحرب او من المعركه او يعني اصيب او اتخبط، وبيسالهم انا احترمت بالليل. طبعا خلي بالكم كانوا في الحرب وما فيش فايده برضه، كانوا ايه ممكن يحتلموا بالليل، يعني تفوت في حرب والدنيا يعني المفروض يعني طبعا. فالمهم ايه، سال واحد من الصحابه انا عايز اغتسل، قال له لا ما فيش حاجه اسمها تيمم ولازم تغتسل، وطبعا الاغتسال تعميم الجسد بالماء. فطبعا يا عيني جاب الميه على الجرح، فالجرح تقيح والراجل جاله حمى ومات. رجعوا للرسول قال لهم قتلتموه قتلكم الله.
ربنا مش هيحاسبك يوم القيامه كده، يقول لك انت في صلاه العصر في يوم مثلا 26 4 ولا شو بقى بالهجري مثلا في 14 رمضان وانت بتتوضى فما لمستش الحته دي فاصبح الوضوء بايظ، فاصبح الصلاه بايظه، فاصبح عليك ايه؟ صلاه محسوبه عليك سيئات، سبت فرض. انتوا متخيلين حساب حاجه بالشكل ده؟ وهو الاصل في الانسان عمار القلب. ده مش معنى كده ان مفيش عبادات، تعبد وادي العبادات، بس الموضوع ابسط من كده. ربنا مش بيروقراطي. المشكله ان الناس ساعات اصل خلي بالكم، رؤيه الله او نظرتك لله سبحانه وتعالى هي نظره بصمه فرديه. فاحيانا الشخص بقلبه اذا كان قلبه اسود بيطبع الله بنفس القلب، يقول لك ان هيحشر كل الناس في النار ومش هيدخل المؤمنين ومش هيدخل اللي فاتي بس واللي فاهمين الاسلام الصح واللي هم على طريق الحق، ويحتكر الكلام باسم الله وكان الله متحيز ليه؟ لجماعته او لطائفته وكل الناس في النار. فهو قلبه الاسود بيسخطوا على الصوره الالهيه. برضه المجتمعات الشرقيه كلها مجتمعات بيروقراطيه، فبيسقط بيروقراطيته دي على ربنا سبحانه وتعالى. ده انت اللي بيروقراطي، مش ربنا سبحانه وتعالى اللي بيروقراطي. انت اللي بتفكر تفكير غلط، مش ربنا هيحاسبك بهذه الطريقه. انت حد متخيل يعني ولا الاصل في الامور الظلم الانساني والعدل الانساني؟ وانت عملت في ايه في حياتك من الخير؟ العمل الصالح دايما كان بيقترن الايمان، ان الذين امنوا ايه وعملوا الصالحات. اهم حاجه انك تكون العمل الايه الصالح، مواطن صالح. برضو ده ما بيقللش من ايه من العبادات واهميتها وفرضيتها، بس مش بهذه بقى الايه الحسوكه، يعني مش بالتشدد اللي الايه المتطرفين والمتنطعين بيدخلوا الناس في متاهات. والوضوء ازاي والصلاه ازاي؟ ببساطه انت عندك الفروض الايدين بقى والبتاع ومس الشعر وكلام منه، وتيجي بقى فسح الشعر ده حته منه ولا كله ولا حته منه، وتخش في فتاهات فقهيه وخلافات ملهاش اي لازمه. احنا قعدنا نتخانق سنين مع السلفيين ان في سمع الله لمن حمده، هم شايفينك لازم بقى ايه وانت بتقول سمع الله لمن حمده تحط ايدك على صدرك، واحنا كنا عادي سمع الله لمن حمده بننزل ايدينا في الجنب، وانتوا صلاتكم باطله، لا انتوا صلاتكم باطله. وكل الموضوع ببساطه يا جماعه. طب دلوقتي ازاي 100,000 واحد صلوا للرسول في حجة الوداع وصلوا في كل الصلوات على مدار 23 سنة، او حتى اقول من ساعة في المدينة 13 سنة ال 11 سنة بتوع المدينة، او الصلاة فرضت شوية في مكة، كل ده والناس مش عارفة الرسول بيحط كده ولا كده؟ الا الموضوع بمنتهى البساطة انه ساعات كان بيحط كده وساعات بيحطها تحت في جنب، يعني الموضوع بمنتهى البساطة. انما تبقى خناقه اهل الاصح واهل الافضل وصلاه مين اللي صحيحه وصلاه مين اللي باطله، هل لازم نقول سمع الله لمن حمده ونعمل كده ولا احط ايدي في جنبي؟ ده غير بقى التكبيرات حطها على كتفه حطها على ودانه، غير بقى السجود تعمل ايدك ازاي على السجاده، لا لو عملتها كده يبقى غلط ولو عملتها كده يبقى صح ولو عملتها قعد التشهد، لا تقعد رجليك مش عارف عامله ازاي. فكانوا السلفيين لهم قعده خاصه في التشهد، لهم طريقه معينه في الركوع، لهم طريقه معينه في وضع اليد اثناء الايه السجود، ويرون ان كل هذا هو الحق المطلق وان صلاتنا كلها بايظه وباطله. وممكن يقعد يتناقش معاك ويتجادل معاك بعد الصلاه نص ساعه وساعه الا ربع وساعه عشان يقنعك ان في مرويه والحكايه والروايه والسلف قالوا والحكايه، عشان انت كده صلاتك باطله ولازم تصلي ايه بهذا الشكل. برضه طبعا انا فاكر كان الشيخ الغزالي مع اختلافنا معاه يعني كان ساعات بيخش في خناقات مع السلفيين، فهم عندهم فكره الصلاه انك انت الالتصاق القدمين، قالك عشان الشيطان ما يقفش بينك وبين ايه بين جارك في الصلاه، ويروحوا عاملينها كده مستويه القدمين كده ولازم يسد عليك رجلك كده، تيجي انت تبعد رجلك شويه يروح داخل فيك ايه زانق رجلك كده شويه، لان كده الشيطان هيبقى بينكم والصلاه تبقى ايه باطله. فالمهم ايه تنو يضايق الشيخ الغزالي ويحط الرجل في الرجل بشكل يعني ده يسحب رجله، ما انت اصل في حاجه اسمها المساحه اللي ايه في حاجه اسمها المساحه الانسانيه الخاصه. لما حد بيخترق المساحه الخاصه الانسان بينزعج، يعني حتى دايما احنا في الاسانسير نبقى كلنا باصين في الارض، او يعني لان كلكم مخترقين المساحه الحميميه بتاعت الشخص. حتى لو راجل وراجل او ست وست منطقه خاصه جدا بتنزعج ايه بتنزعج بينا، مفيش المسافات دي. فبرضه في الصلاه ساعات الناس بتتخانق، ما تحطش رجلك في رجلي بالطريقه الايه المزعجه دي وهم شايفين ان غير كده يبقى الايه الصلاه باطله. فطبعا تنو يحشر رجله في رجله بهذه الطريقه. فالمهم بعد الايه الصلاه الشيخ الغزالي حب يكلمه فبيسلم عليه بيقول له حرما، قال له ما وردتش. فرد عليه الشيخ الغزالي بتلقائيه،
يعني قال له يعني هي قلة الأدب اللي وردت، يعني تكلم شيخ أكبر منك في السن بالطريقة دي، أو تقعد تضايقه بالطريقة دي في وضع القدمين. ده حتى احنا دلوقتي في وقت الكورونا، ففكرة التلامس ده مزعجة، وحتى من قبل الكورونا فكرة إن حد يحط رجله وحشرة في رجلك في الصلاة مزعجة. أنت بتبقى عايز تصلي ويعني مش بينك وبينه مسافة، بس يعني في أريحية، أنت قاعد مستريح مش حاشر رجله ومهتم بقى بالإيه بالطريقة الإيه العنيفة دي. فطبعا يعني أمور غاية في التشدد، غاية في التعنت، وبيعاملوا ربنا ان هو ببيروقراطياتهم، ان الموضوع هيبقى بالتفاصيل الصغيره دي وبالحديه دي. فالامور ابسط من كده في الاسلام، واهم حاجه العمل الصالح مع الايمان، وان ربنا مش هيحاسبك بالطريقه اللي بيتكلم بيها هؤلاء المتنطعين، وان هو حتى في نهي عن التنطع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني فكره التنطع في الدين، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. الموضوع ابسط من كده، والموضوع يعني الكلام البسيط اللي بيقوله الناس الكبار بتوعنا ان الايمان في القلب، او ان اهم حاجه يكون ربنا قلبك عامر بالايمان، ده كلام صحيح، ان هو فعلا فكره الايه عمار القلب بالايمان مع اداء الفروض. بس الامور انا شايف بشكل عام ان ربنا هيحاسب اكتر المقصر في العمل الصالح، اللي كان بيمارس جرائم اجتماعيه، قتل بقى وغيبه وحسد ونميمه وافسد بين الناس وظلم ناس وسرق فلوس ناس، كل ده. انما الامور العباديه ده حتى لما هم بيتكلموا في التوبه قال لك ربنا هيغفر اللي في حقه، انما اللي في حق الناس لازم الناس تسامحك. يعني انت ظلمت واحد بس ست صلاه ما صليتهاش، ربنا هيسامحك بالتوبه في الصلاه اللي ما صليتهاش. انما ظلمت حد لازم بقى هو نفسه يسامحك في المظلمه الاول، لان عند الله ترد الايه؟ ترد المظالم. فالدين يسر والدين سهل، والدين اهم حاجه فيه العمل الصالح، واهم حاجه عمار القلب بالايمان والروحانيه الحقيقيه. النقطه الثانيه، الامور اللي بيعملوها دي بتشتتك في الصلاه، انت هتركز بقى في الركوع وفي الرجل اللي في الرجل ومش عارف ايه عامله، يعني مش معقوله. والحق بقى الفسفوسه دي ما وصلتهاش ميه، ولا مش عارف الشعره دي ما وصلتهاش. يعني الدنيا مش بهذه الايه؟ مش بهذه الامور. الدين اهم حاجه فيه اتصال روحاني بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يجعل قلبك عامرا بالإيمان، ويحقق لك درجة من درجات الامتلاء الروحي اللي هي بتخليك تتقبل مشاكل الحياة وألمها وأعبائها بقلب راضي وبقناعة. دي أمور مهمة هي اللي بتحقق لك السعادة الحقيقية، اللي هو العمار، اللي هو الأمور القلبية دي. إنما فرحتي واحد بيأدي كل العبادات وبتلاقي، يعني مش عايز أقول لك، يعني كان مش عارف مين اللي حكى لنا، واحد حكى لي حكاية مش عارف قلت لكم كده ولا لأ، ان هو داخل في مصلحه حكوميه بيأدي عمل حكومي، وبعدين الرشوه يعني منتشره بشكل كبير جدا، والمهم ايه، بيفصلوا مع المرتشي في الرشوه، لا كفايه 3000، لا والله ده موضوع انت فاهم، ده لو سبتك هتدوخ، انت هتروح كذا وتعمل كذا، ده انا هسهل لك الامور. بيفصلوا في الايه، في الرشوه، وفجاه اذن الظهر قال لهم بس وقف الفضل صلي الدور نرجع نكمل. راحوا بقى طبعا يصلوا الظهر عشان يرجعوا يكملوا، يعني يحسموا موضوع الرشوه عشان يخلص المصلحه بتاعته في المصلحه الحكوميه. لقوا هم اللي بيقوموا، هو اللي بيقوم الصلاه. وقف الرشوه، وقف التعامل، كانوا بيتفصلوا في الرشوه، وقفها لان الاذان اذن، ما ينفعش ان هم ايه يسيبوا الصلاه. وفوجئوا ان هو راحوا وصلوا، هو كان الامام، هذا كان الامام بتاع الصلاه، ورجعوا بعد كده حسموا الامور وخلصوا المصلحه ودفعوا اللي فيه الاسم والنصيب. ادي الدين كده، يعني هو الدين بهذا المنظر، ولا مصالح الناس اهم، وانك انت لن يشق، يعني ايه في دعوه مشهوره، اللهم شق على من يشق على امتي، دعوه من الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو يشق على من يشق على امته. مش موضوع بس المصالح الحكوميه، لا، اللي بيشق عليهم في العباده وبيعقد لهم الدنيا بهذا الشكل، دي مشقه على الانسان، مشقه على الانسان. ربنا بيدعو عليه، اللهم شق على من يشق على امتي. ده كان موضوعنا النهارده، واهم حاجه امتلاءك الروحي وعلاقتك بربنا وعمار القلب بالايمان، وربنا يختم لنا بالعمل الصالح دايما. وشكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه.